السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. معكم أخوكم الأستاذ عبد الرحمن الصرامي من المملكة العربية السعودية، أعمل في تعليم اللغة العربية للناطقين بها. سعدت كثيرا جدا بزيارة هذا المعهد المميز، المعهد المميز بإدارته، وما شاء الله أيام جميلة مع هذه الثلة المباركة، رأينا منهم التميز. وهذا المعهد الاجتهاد والترتيب والتنظيم، وأيضا حرص على تطوير هذا المعهد، والحرص على خدمة برامجه وتطوير خريجيه، ولذلك يعني مثل هذا له سمعة كبيرة جدا، يعني نفع كبير جدا لأهل مكسر ولأهل إندونيسيا إن شاء الله، وبإذن الله كلنا زيارة أخرى إن شاء الله. جزاك الله خير.